قال الزيغ العراقي هذا حديث صحيح
Thank you.
قال الفقيه وليك الله رفيعا حدثني سيف بن طالب البدني ومن لفظه للحديث والصلاه جميعا. قال اخبرني سيف احمد النخلي عن سيف محمد بن علاء الفارسي عن سهام احمد بن محمد السلمي الحنفي عن النجم محمد الغيثي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن الحافظ ابي النعيم رضوان بن محمد العربي عن ابي اسحاق ابراهيم بن احمد التنوقي عن ابي حرفات احمد بن ابي وفي طالب الدمشقي عن ابي المدى عبد الله بن عمار البغدادي عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسى الهروي عن ابي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن ابي محمد عبد الله بن احمد عن عيسى بن عمار عبد الله بن عبد الرحمن الداودي قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي ان يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعنه قال وعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم ان كل الاعمال اقرب الى الله تعالى لعملناه فانزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين ہمارے شیخ ابو طالب نے اس کو دوسری قرآن کے ساتھ
वो है मुतिमन पर तंबी, और नूर पर फिर नशा आ जाएगा, गदा आ जाएगा। जब ना तो मुक्ति सीमन नूर थोड़ा हो, ये दूसरी तरह के व्यवसाय के अंदर उसे बहुत आगे है इस दूसरी तरह के साथ है। वहाँ हदीस और साहब को मसल सर्दी ये हो, साहब को मसल सर्दी हो, ये हदीस अहादीस मुसलसला में नहायत सही करीब हदीस है। حديث مسلسل بالقول انا احبك فقل. قال الفقيه لقطان رفيع قال حدثني قطان لي سمعا. المسلسل بالقول هو کہ ہر شیخ ہر استاد حدیث بیان کرنے کے وقت میں اپنے کلام نگار سے یہ جملہ کہتا رہا انا احبك، تو اس تسلسل کو باقی اللہ کی نیت سے میں بھی یہ جملہ خدا کے سامنے کہتا ہوں دل سے انا احبك. قال حدثني ابو قابل سماع اللفظي قال اخبرنا ابني بسماعه عن حبابه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن عبد الرحمن الى القمي عن ابي الفضل الجلالي سنوته قال اخبرني ابو قابل احمد بن محمد عن حجاج بن ابي سماع قال اخبرنا قابل خلال فتحي اسماعيل بن ابراهيم الحنفي قال اخبرنا الحافظ ابو سعيد العلمي قال اخبرنا احمد بن محمد الاخضرمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال اخبرنا ابو قابل بن سلمي قال اخبرنا محمد بن عبد الكريم قال اخبرنا قال اخبرنا ابو عبد الله القوي قال اخبرنا كل مسلم محمد
साफ बता दिया। मैंने वो चीज आमदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से ज़्यादा नरम और इंतहाई नरम इससे ज़्यादा कोई चीज़ मैंने समझ नहीं। अर्थात रेशम से भी ज़्यादा नरम आमदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ये बात इतना करूँ पर सही अहादीस के अंदर आया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मज़मून बयान किया। बाकी फिर इसके अंदर मुसाफे का कसम सू उसके लिए यह हदीस है कि यहाँ पेश की जा रही है तो उसमें उस कदर सेहत नहीं है। बाकी जो दस मज़मून है वो सभी अहादीस से साबित है। قال أبو قنفذ فقل لا يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد القادر
قال الثقفي وزكريا أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد عبد الرحيم بن الخراج الحنفي قال أخبرنا الحافظ القاضي عبد بن أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن الحافظ الشرفي أبي أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا الحافظ زكي وأبو محمد عبد العزيز بن عبد القوي المبتدئ قال ابن طرفان والمبتدئ كلاهما أخبرنا الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال الحافظ قال حدثني الحافظ أبو حازم العدوي وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عدوي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر قال محمد وهو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المذكور بما يدل على الوصف بالحفظ قال حدثنا إبراهيم بن مطر قال حدثنا الفضل بن زياد بن القطان صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حرب وأبو خيثمة حدثنا أبو يحيى بن معين قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأكلن من رؤوسهن حتى تكون كالبخرة قال الشيخ إبراهيم قال استاد
کچھ حدیث کے روایت کرنے والے تو وہ بہت بڑے حافظ الحدیث تھے، جیسے امام سخاوی نے فرمایا ان نام قرا احمد نے شیخ کی یاد حافظ الواحد انا رحمۃ اللہ علیہ اتنا کہ احفظ اہل آفاق، تو ہر تلمیذ اپنے استاد کے لیے یہ ان کی صفت بیان کرتے رہے کہ میرے استاد بہت بڑے حافظ والے تھے. یہ تسلسل اس حدیث کے اندر قائم رہا. تو یہ کتاب میں نے جیسا کہ عرض کیا حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن میں امیر المؤمنین کے حدیث کا مقام عطا فرمایا اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا، نہایت بڑے حافظے والے تھے. دوسرے حضرت شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ کتاب پڑھی. حضرت کا شیخ عبدالحق صاحب کا بھی حافظہ بہت کمی تھا، جیسا کہ جن حضرات نے ان سے کتابیں پڑھی ہیں خاص طور پر بخاری شریف جن کے ساتھ ہی پڑھاتے تھے، عام طور پر حضرت کا معمول تھا کہ جو روایت بخاری شریف کے اندر آتی جو زیر درس ہوتی وہ روایت بخاری میں جہاں جہاں آئی ہے خاص طور پر گزشتہ احوام میں ان کے اکثر کے حوالے دیا کرتے تھے کہ یہ کتاب امام بخاری نے یہ روایت فلاں باب کے اندر بھی تخریج کی ہے، فلاں باب کے اندر بھی تخریج کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ قوال حفظ کی بات ہے. ایک دفعہ کئی سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی شیخ عبدالحق صاحب نے، اتفاقی ہو ورنہ جلدی جلدی ملاقات ہوتی تھی، تو شاہی مراد آباد مدرسے کا پروگرام تھا وہاں میں بھی گیا، حضرت بھی تھے، کئی سالوں کے بعد ملا تو میں نے جا کے تعارف کرایا کہ حضرت طاہر ہو، فرمانے لگے کہ ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں غازی آبادی ہوں. جی ہاں، میں نے کہا تھا آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، بے تکلف بھی ملے رہے، بے تکلف تھے، اپنے تلاویز عالموں سے ملے جلے رہتے تھے، ہمارے قابل کی خاص شان صفت رہی ہے. تو میں نے بے تکلفی میں یوں کہا کہ جی حضرت آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیسا معلوم؟ حضرت آپ نے پرانے پرانے شاگردوں کو آپ دیکھتے ہی پہچان دیتے ہو، اکثر کے ان کے نام بھی آپ کو یاد ہیں. کہا کہ ہاں، الحمد للہ ان کا بھی حافظہ نہایت قوی تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مسلسل من بخاری حفیظ قال فقل ولی اللہ مرفیعن والمعرفت لیحادیث ولا ثانی لکی صدر لبن حفیق ومعرفت للہ وإجازة لتدريسها واشتغال بمطالعتها ودراستها شافا للشيخ وكان جديد قد علم مفتي عميد كبلد الله الحرامي عن الشيخ حسن العجمي في حلبيه ومن قال أخبرنا مفتي الإسلام السيد محمد صادق وأحمد باشا حسين بن حلبيه عن العلاء محمد بن عبد القادر النحلي في حلبيه إجازة عن الشيخ السراجي عمر العالمي في حلبيه عن الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن التركي صاحب ابن عن الشيخ المحدثي محمد بن أحمد الأقصائي عن العلاء وقال فقال قد ترضى رضي الله
سمجھ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سنا، میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا اور فرمایا اے ابو الدرداء شہید اللہ علیہ وَلَا
وَإِنْ سِرُّوا مَا لِحُبِّكُمْ فَمَحْكُمُوا فِيهِ وَكِمَا أُهِيكُمْ وَإِذَا حَسَرْتُمْ هَا لِحْسِدَهُ مَدِينَةٍ فَوَرْضُكُمْ عَلَى أَنْ تَعْقُمُوا ذِمَّةَ اللَّهُ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا اس طرح سے ہم روایت کر سکتے ہیں.
وقد أبهت المعتزلة بالمناظرات فقال له بعض الحاضرين قد عرفنا تضحيك في الكلام فإن يسألك عن مسألة ظاهرة الفقه فقال سل ما شئت فقال له ما تقول بصلاة غير فاتحة الكتاب قال حدثنا زكريا بن يحيى السادي قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثني سوري مع محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وحدثنا زكريا قال जैसा कि आपने अबू दाऊद शरीफ के अंदर पढ़ लिया होगा यहाँ पर हदीस को लाया गया है कि बगैर सूरह फातिहा के पढ़े और कभी भी नमाज नहीं होगी ला सलाता लिमन यक्रा बिफातिहा के किताब लेकिन अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीस आई वो बारा में साहब रजी अल्लाह अन्हु की तो सुफियान बिन उयैना के हवाले से वहाँ इसके माना लिखते हैं हाजा लिमन युसल्ली वहदहु अबू दाऊद ने लिखा हाजा लिमन युसल्ली वहदहु यह हदीस मुनफरिद से मुताल्लिक मुख्तदी के बारे में हदीस नहीं है। मुख्तदी की क़िराअत और इमाम की क़िराअत इमाम ने क़िराअत की वो मुख्तदी की तरफ से भी काफ़ी होगी और ला सलाता लिमन लम यक़्रा बिफातिहा के किताब इस हदीस का ताल्लुक है इमाम के साथ और मुनफरिद के साथ और उसमें भी नफी नफीयत का माल है। सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है मतलब क़िराअत फ़र्ज़ है और सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है नफी नफी एक कमाल है और वो भी इमाम और मुनफरिद के लिए ना के मुख्तदी के लिए दलील अल सुफयान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने ये तफसीर फरमा दी हाजा लिमन युसल्ली वहदहु। قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذي بالمدينه انه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب قال فسكت السائل ولم يقل شيئا احاديث مسلسله في صوفيتي قال الفقيه ولي الله حديث في اكثر رواه حضرات الصوفيه قال الفقيه ولي الله عفي عنه وله اتصال طويل بغالب طرق الصوفية صحبة وتلقينا وإلباسة للخطبة وإجازة للإرشاد ومعرفة بطرق السلوك على رأي المتقدمين والمتأخرين جميعا والحمد لله. قال أخبرني الشيخ أبو طالب الصوفي الرسول رضي الله رحمه الله تعالى نے بتایا کہ ہمیں حضرات صوفیہ کے طرق سے ان کے اشعار سے بہت گہری معرفت اور گہری مناسبت ہے چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت بڑے محدث اور بڑے فقیر وہیں بہت بڑے صوفی اور صالح بھی تھے۔ قال اخبرنا شيخ ابو طاهر صوفي وسمع عن علي قال قرات على عدا بالشيخ ابراهيم القرطي عن ابن حفص الصوفي قال قرات على الشيخ العالم بالله الصوفي الشيخ احمد بن شاشي عن شيخ ابن حفص ابن المواكب احمد بن علي الهاشمي عن ناصر الشنبي ثم المدني الصوفي عن والد العالم بالله المريدين عن ابن القدوس الصوفي عارف بالله عبد الله بن احمد الشعراني الصوفي عن ولي الله زين الدين زكريا بن محمد الفقيه الصوفي عن عارف بالله شفيق بن زكريا بن محمد الفقيه الصوفي عن عارف بالله شفيق بن ابي فتح محمد بن زين الدين ابي بكر ابي بكر بن حسين الراشدي وابي عثمان الراقي بن المدني الصوفي عن قطب الراقي شفيق الدين اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي القيدي الجبرتي الزبيدي الصوفي بجاده بن عمد عن مسند المعمر عن الحسن عن ابن عمر بن أبي بكر الأسواقي الصوفي عن أبي المسند المعمري بن الحسن عن ابن عمر بن أبي بكر الأسواقي الصوفي بإجازة بن عامر بن أستاذ تحقيق سيد الشيخ محي الدين محمد بن علي بن العربي الحاكم الصوفي عن جمال بن أبي محمد بن مسند عن ابن أبي الحسن بن أبي البركات الهاشمي العباسي الصوفي عن أبي الوقي عبد الله بن عيسى بن سعيد بن إبراهيم بن إسحاق السديسي العربي الصوفي عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن جعفر بن منصور بن مهدي بن أبي أيوب الأنصاري الهرمي الفقيه المفسر الحمد الواعي الصوفي الحمقي قال أقرأنا حمزة بن محمد بن عبد الله بن حسين قال أقرأنا أبو القاسم عبد الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي قال سمعت أبا عبد الله على بن زيد الديلوري الصوفي الصوفية بالبصرة
तब कभी हक तक पहुंचता अल्लाह ताला वो हक के और बात قال الشيخ الاسلام ابو اسماعيل هذا حديث غريب ما كتبته الا من روايه الاعلام انتهى وهو من روايه القاضي عبد بن حسين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اخر كذلك قال قتيبة رضي الله عنه رفيعا عبد الله الشيخ ابو طالب الصوفي عن ابيه على ابي هشام اقرار بقول المسلمين قال اخبرنا عبد الصالح المقيم المحدث المقيم وابن علي بن محمد عبد الرحمن زيد بن شام يوسف زبيد بن صوفي عن الفقيه صالح محمد بن سيدي بن خاصين بن يوسف عن والد صديق بن محمد خاصين بن يوسف عن الشريف علامه عن الشريف علامه الدواري بن حسين الاهلي حسين بن يمني الصوفي عن محدث يمني جيد الدين عبد الرحمن علي زيد بن شام سبيل الصوفي عن شيخ محدث عن شيخ زين الدين عبد العباس القدوي عن قدوي عبد اللطيف اليمني الشمس الصوفي والعقيد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السقافي الدابس في بدر التصوف بن جمعي القصيري منهم الشيخ محي الدين محمد بن داد الدين محمد بن عارف بالله جمال الدين جمال الدين يوسف القواني وتلقى منه ذكرى وعلى الشافعي واخبرنا الشيخ الامام الحاج شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الصوفي قال أخبرنا شيخنا الإمام العلامة السلام عليكم أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر أبي بكر بن خليل القرشي الصوفي فيما أذن لي في رواد فيما أذن لي في رواد وقال السقافي قرأت على العلامة بن شافع بن فتح محمد بن أبي بكر بن حسين عثمان الشامي الصوفي في مكة والشيخ السؤال متصوف بجمال الدين يوسف بن منصور بن أبي طالب من مدرسة الصلاحية المقدسة والفاضلة أم محمد بن علي بن القاهرة وكانت باردة متعبدة باردة تالية قالت أول أخبرنا أبو طاهر أحمد محمد الخلفان الذي في الحنفي وكان في الدين والعلم مكان حريصا على نشر الحنفي تصدى عليه الإشراف في المدينة المنورة من قرية 40 سنة وقال حدثني الفقيه مجرى أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي بن براد عليهما متفرقين وقال الثاني أخبرنا العلامة صاحب القرى الشرطة وعبد الله محمد بن تقي إسماعيل القرحلشي صباحا وقالت الأخيرة أخبرنا الإمام المفتي الشهاب أبو العباس أحمد بن زهيرة المنصومي الشافعي والمكي بماء مكة وكان مقيما الاشتغال الصالح من الأفعال من أقوال حتى متى قال السقاري وقال علي أن أبو هريرة لهم يقال الخمسة أخبرنا الحاج المقيم حجة الصلاة وسعيد المقيم الذي لم يكن عليه شيء الصلاحية ببيت المقتصي وقدرة الصوفية في زمانه قال الخير للذي لم يكن سماعا وهو خال سالسهم قال ابو محمد القرشي وقال الشيخ صالح وعبد الله محمد ابي بكر الاسد بن حلب يوسفي قال العلاء بن براضي اخبرنا ابو يعقوب يوسف بن محمود السامي بن مقبله الصوفي قال السقاري وقفت على الشيخ سالم الصوفي ابي العباس احمد بن محمد العقبي والخيره الصالحه بقيه السلف وام محمد زينب بنت عبد الله العرياني متفرقين قال الاول اخبرتنا الشيخه الصالحه ام عيسى مريم ام الشهاب احمد بن محمد بن ابراهيم الازرعي الحنفي وقالت الاخرى اخبرنا الشهاب احمد بن النجم ايوب بن ابراهيم القرافي الشهير بن المنفرد وكان الصالح كلاهما على ابي الحسن عن ابن عمر بن ابي بكر بن علي الصوفي قال ثاني ما سمع اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي ترى ابن الصوفي قال ابو يعقوب السامي اخبرنا الحاكم وابو طاهر احمد بن محمد السلمي الصوفي قال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن علي بن محمد بن علي الاصفهاني الصوفي باصفهان قال اخبرنا ابو الحسن علي بن شجاعي محمد بن شيبان الصقلي الصوفي في كتابه قال اخبرنا ابو بكر احمد بن منصور بن يوسف الصوفي مذكره قال حدثنا ابو علي احمد بن عثمان زميل الصوفي قال اخبرنا مجلس الجنين ببغداد فسيده يقول حدثنا السري بن مبلس الصقلي قال حدثنا معروف الكردي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن عبد عن الحسن البصري على انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الحق فريضه وبه الى السلم قال هذا حديث قريب قد عزيز الاسناد حسن من رواه الصوفيه خلف من سلف وهلم جرى الى شيخ الاسفار وما كتبت هكذا الا عنه حديث اخر كذلك مسلسل بالصوفيه من طرق قال الفقيه ملك الله رضي الله عنه اخبر الشيخ ابو طالب الصوفي عن ابي الشيخ ابراهيم القرطي الصوفي قال اخبرنا شيخ العالم الواصف في الدين احمد بن محمد البلدي عن شيخ العالم بالله ابي القوام احمد بن علي بن عبد القوم
الاقداس الشرعيه ثم المدد في بالرادع الوالد وباجازه العاده من قطب الدين محمد بن احمد النهروالي ثم المكي الصوفي فالابى عن شيخ عبد الوهاب بن احمد الشعراني الصوفي عن شيخ الاسلام زين زكريا بن محمد الانصاري الفقيه الصوفي عن الحافظ التقي الدين محمد بن نجم محمد بن فهد العلمي والعارف بالله شرف الدين ابي بكر محمد بن زين ابي بكر بن حسين حسين بن عمر الاصفهاني البراني ثم المدني بالوادي بن فهد عن علامه حسام الدين حسن بن علي ابي ورده الصوفي عن شريف العارف بالله قطب الدين الاملي عن العارف بالله قطب الدين بن ضياء الدين الضبائي الهمداني عن العارف بالله شيخ مؤيد الدين الجندي عن العارف بالله فقي وحقي صدر الدين محمد بن اسحاق القولبي وبرياض الشرف مراوي عن والد زين مراوي عن العارف بالله يقين الدين عبد الله بن اسد بن عبد الريان الامام رضي الدين ابراهيم بن محمد التبيني حق حساني وهو قطب النهروالي وعن والد العنايه القدم محمد النهروالي صوفي ومحدثنا من الوليد عبد الرحمن عن الديبه الشيباني سميني الصوفي فالاول عن شيخ قطب الدين بازل عبد الرحمن بن علي الديبه هو بڑے محدث ہیں الديبه یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آبیہ لکے آتا ہے حبشی زبان ہے الديبه کے معنی آبیہ فالاول عن شيخ قطب الدين بازل محمد بن محي الدين محمد بن كوشك الكلالي الصوفي عن الحافظ بن فضول احمد بن جلال الدين عبد الله وكذا الشرف المراغي عن العارف بالله شرف الدين اسماعيل بن ابراهيم القرشي وقيل الجمرتي الزبيدي الاول بالاجازه العام وسالم الخاصه برواده بالاجازه العام عن المسلم مريم علي بن عمر الوافي الصوفي وسالم هو الدين وعن شيخ محدث زين الدين احمد بن احمد بن عبد الذي بن شرف الصوفي ولم يسلمه في القطع عن محدث يمن في الستين سليمان بن ابراهيم بن عمر وحده الى ثاني سبيل ثم تعزي عبد الرحمن بن كوري على تشكاك الصوفي عن الامام عز الدين احمد بن ابراهيم الفاروسي الصوفي وفي الشافعي بن قطي فراوي عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي الصوفي عن الحافظ سلام الدين خليل بن كيكلتي على المعتصي الصوفي عن جمال الدين دار ضمير ابراهيم حتى لدمشق بإجازة من الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي الفقيه الصوفي وبرواد وكذا الدبي والبالي بالإجازة العامة وبرواد القولبي والفاروس بالإجازة الخاصة عن شيخ المحققين محي الدين محمد بن علي العربي عن الحافظ الزاهد برهان الدين أبي الفتوح نسر بن بكرمة بن علي بن أبي الفرج الحسني البغدادي ثم المكي ثم الملكي الماجي الصوفي والإمام الزاهد الأمين أبي أحمد أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبد الله البغدادي المعروف بابن سكينة ومحمد بن محمد بن محمد البدري والحافظ أبي طاهر أحمد بن أحمد بن محمد السلفي الإسماعيلي الصوفي فالأول عن قطب سماعي وصيغانه سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر قادر بن عبد الصالح عبد الله الحسني ثم البغدادي قدس سره بسماعي عن أبي قطب محمد بن عبد الباقي المعروف بن قطب إجازة عن الاستقلال عبد الوهاب التميمي البغدادي عوسان وابن سكينة عن الشيخ الزاهد العارف بالله أبي قطب أحمد بن طاهر بن سعيد بن كلاب العارف بالله الصديق أبي سعيد فضل الله بن أبي الخير أحمد بن محمد بن إبراهيم الميدني الجراد عليه وعلى أبي المزفر عبد المنعم بن أستاذ عبد الباسط عبد الكريم بن حواتم بن عبد الملك بن بشير بن رواد عبد الفضل الميدني عن الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد الشيرازي ورواد بن مزفر عن أبيه قال الصالح بن بكري عن أبي الأسد عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن حواتم البشيري عن جدي الأستاذ عبد الباسط عبد الكريم قال الرابع وصل بن عين عبد الله بن فضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الفارسي الاسد ثم البغدادي عن ابي بكر عن ابي بكر بن خلف الشيرازي قال به الى السلام على يوم القاضي المشهور بن عين بن خيام عبد بن كرامه بن قطي الدين ابي بن سليمان بن حمزه المقدسي وباجازته باجازه عن العبد بالله فقد يعمل طريقه الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السلمي شرواتي ثم البغدادي عن شيخ بسنده باب يسمع عبد القادر بن محمد بن المقدسي وعن العبد بالله ضياء الدين ابي نجيب عبد القادر بن عبد الله السلم بن سروتي عن عمر بن احمد بن رواد باب يسمع عن ابي بكر بن خلف الشيرازي بن رواد وكذا
ابي سعيد بن جلاد العفي يكفيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينفق بنور الله इस हदीस को सूफिया लोग बहुत मानते हैं लेकिन इसका कोई तरीक सही नहीं सेहत के दर्जे को पहुँचा हुआ नहीं है बाकी बारह हजार तो मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है Allah'ın adıyla gayet mutlu
اعینهم ولا تبلا ابصارهم، میری رؤیت کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اہل جنت کے اندر ہے، وہ مجھے دیکھ پائیں گے میری رؤیت کا پائے گا. حديث آخر عن المسلسل بسوفيته وفي قول شهدني مطار بن عقبي قال اخبرنا شيخ الامام الصفي بن احمد بن محمد بن سند سابقا شيخ محي الدين قدس سره ان الحافظ ابي طاهر السلفي قال اخبرنا الطيب طاهر بن محمد بن مسدد بن مطفر بن جيزي في صدر جيزه قال اخبرنا القاسم علي بن عبد الرحمن حسن بن شمري في صدر التوليس قال اخبرنا شيخ ابو عبد الرحمن محمد بن الحسن الصلبي عن عابد الغربي عن نصر بن محمد بن عمارك عن عبد السلام بن صالح عن سفيان بن عيين عن ابن جريج یہ آیت ہے
اس میں اتخذ اللہ ولدا یہ مشرکین کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور سبحانہ میں سبحانہ میں ان کے قول کی تردید ہے۔ مشرکین کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، عیاذ باللہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی سبحانہ، اللہ تو اس سے منزہ ہے۔ اگر سہارنپوری نے صبح یہ لکھا کہ اتخذ اللہ ولدا مشرکین کا قول ہے اور سبحانہ اللہ تعالیٰ شانہ کا مقولہ ہے، تو دونوں میں وقف لازم ہونا چاہیے تھا۔ آیت کے اعتبار سے دونوں کے اندر وقف لازم ہونا چاہیے تھا تاکہ امتیاز ہو جائے کہ یہ مشرکین کا قول ہے اور یہ حق تعالیٰ شانہ کا مقولہ ہے، اللہ نے ان کی تردید میں فرمایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان وقف لازم کا درکنار مطلق وقف نہیں ہے، کچی آیت بھی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا اور یہ فرمایا کہ اتخذ اللہ ولدا یہ مشرکین کا ایسا قول ہے، ایسا یعنی اس کے ہم ترجمانی یوں کر سکتے ہیں حضرت کی بات کی کہ اتخذ اللہ ولدا مشرکین کا ایسا خطرناک قول ہے کہ اس کی تردید بلا وقت اور بلا مہلت لازم ہے۔ اللہ تردید فرما رہے ہیں تو یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ اس کی تردید بلا کسی توقف کے ہونی چاہیے۔ اگر درمیان کا وقف لازم ہوتا تو تردید ذرا ٹھہر کر ہوتی، اور یہ بات ایسی نہیں کہ اس کی تردید کے لیے آپ کی توقف کر، اس لیے درمیان میں آج وقف نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب، آپ تلاش کرنا کتابوں میں نہیں ملے گا، لیکن اللہ اس حضرات کے قلوب پر علوم کا فیضان اور معارف کے اللہ تعالیٰ شاہ کو دریا بہاتا تھا، تو یہاں علم باطن اور علم مغنون سے یہی علوم پڑھا ہے۔ جی حدیث مسلسل من مكين وقال فقر ولي الله رفيع عنه وقد جاء ربك تقريبا من سلف وهم يقال شاب الشيخ ذا جبر القرع المقيم عن الشيخ حسن علي بن المكي عن باب مقام زين العابدين عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مقام الحسيني الطولي المكي جاد بن عن والدي ما من قام عبد القادر بن محمد بن محمد بن الطبري المكي عن جد امام يحيى بن مقام بن محمد بن محمد اخي المكي عن جد امام ابي معلم محمد بن محمد بن رضي بن محمد بن محمد الاشد محمد المكي على عبد القي امام العلامه ابي محمد بن احمد المكي عن باب عن ابي امام الشهاب بن ابي عباس احمد بن رضي بن المكي قال اخبرنا والدي قال اخبرنا والدي امام المقام الخليل علامه رضي بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن علي بن فارس الحسيني الطبري المكي وقاضي القضاة مزبور الى مقام صلى الله عليه وسلم وحق الصلاه رحمه الله صلى الله عليه وسلم في
الغيب والعماق في تخريج الحياء ولو شاهد لحديث ابن ابي مريكه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن مخرج التقريب تقاني في الكبير حديث حديث موسى
تسلسل في المغاربه وفيه التسلسل في المالكيه ايضا مشارقه مقابل علماء المغاربه تسلسل قليل قال الفقير ولي الله يعطي عن مشارف علي الشيخ عبد الله المنفذي الاسمع عن والده الشيخ محمد بن محمد بن سليمان عن الشيخ ابي عثمان سعيد بن ابراهيم الجزائري عن شيخ ابي عثمان سعيد بن احمد المقرد المساني عن ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي ثم التلمساني عن الامام البحري بن الفضل محمد بن احمد بن المرزوق الحفيدي بإجازة عن جده الشمس محمد بن أحمد المرزوق الخطيبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جابر القيسي في الوادي شيء قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائفي القرطبي قال حدثنا قال أبو العباس أحمد بن يزيد القرطبي قال حدثنا محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي قال حدثنا محمد بن فرج المولى بالتلاحي قال حدثنا القاضي أبو الوليد بن يوسف بن مغيث السفار قال حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا عن أبي أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن يحيى بن كثير الليثي قال أخبرنا إمام دار هجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال كان الناس إذا رأوا ولد مال جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة وإني معه ثم يدعو أصبع وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر حديثنا آخر إذا من سلسل من المغاربة قال الفقير ولي الله يعفي عنه حديث كتاب وحي ويا في قال الشيخ عبد الله المنفذي عن ابي عن الشيخ محمد بن مرابط بن العلي والبري ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الدهلوي اجازه عن والد علمك الرباني ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الدهلوي قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن القيسي الغرناطي الفاسي الشهير بالقصاري قال اخبرنا ابو معين رضوان بن عبد الله الجنبي قال اخبرنا ابو زيد عبد الرحمن سقي العازمي الفاسي حوالقرنا بن علامة الشمس محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى المراكشي إجازة عن الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن عريف بن طاهر بن الحسن كس الجماسي إجازة عن العلامة أبي العباس أحمد بن علي بن المنجور الفاسي قال قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسير علي بن الفاسي وأبو الحسن علي بن موسى هارون المزفري مزفر الدين بن سالة قال هما مصفين وأخبر إمام أستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن باز العثماني بن المكناسي ثم الفاسي قال قال غير واحد منهم الإمام أبو الفضل محمد بن أحمد بن مسروق الحفيدي رجالة من جد الشمس محمد بن أحمد بن محمد بن مسروق الخطيبي عن المحقق أبي علي بن ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق المشتالي قال قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي بن المرسي قال قال عبد الله عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بن الفرسي قال قال زيد بن القاسم عبد الرحيم قال قال حفظ ابو علي بن الحسين بن محمد بن الوساري بن جياني قال قال حفظ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري قال قال ابو عثمان سعيد بن نصير قال حدثنا قاسم بن اسقط قال حدثنا محمد بن وقاح قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن كثير الليثي قال قال امام دار الهجره ابو عبد الله مالك بن انس الاصبحي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معبد عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامه ان المتحاضون لجلاله اليوم دلهم في ذل يوم لا ذل الا ذلي احاديث مسلسله بائمه اهل البيت وبعضها مسلسله بالاباء في طريقها شاف عن ابو طارق عن ابيه قال اخبرنا الفقيه صالح عبد الكريم بن احمد بن علي بن محمد بن ابراهيم بن ابي القاسم بن عمر بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن مدير بن علي بن عثمان الحكمي مطير بن علي بن عثمان الحكمي اليمني اجازه منفوزه عن والد الفقيه صفي الدين احمد بن علي عن ابي الفقيه نور الدين علي بن محمد بن مطير عن عمه عبد الله بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن القاسم عن
ابي احمد بن عمر عن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن محمد عن ابي محمد بن عيسى بن مطير عن خالد ابراهيم بن عمرو الطباعي عن ابي المزفر الدين عن عمرو بن علي بن الطباعي السحوري عن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن سيف اليمني نزيل مكه المعجمه بالجازة معاذ بن الحافل بن طاهر السلفي عن ابي علي بن الحداد بن الحافل بن معين بن الحافل بن قاسم الطبراني قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن قاديه بمدينه التبرك سنه 77 قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن ابي محمد بن جدي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فريد عسكر الشيخ حسن بن علي بن العجيب قال اخبرنا حافظ عسكري
ایک صفت آ گئی اپنے زمانے میں ہی اپنا ہوگی. قال اخبرنا احمد بن عصر جمع الدين بابل البابلي قال اخبرنا مسند وقتي محمد بن الحجاز الواعدي قال اخبرنا صوت الزمان يا شيخ قال اخبرنا صوت الزمان يا شيخ عبد الوهاب الشعراني قال اخبرنا مجبر عصره جمال الدين السيوطي قال اخبرنا حافظ عصره ابو نعيم الاطوار العقدي قال اخبرنا مطر الزمان يا شمس محمد بن الحجزري قال اخبرنا الامام جمال الدين محمد بن محمد الجمال الزاهد عصره قال اخبرنا الرابي كسان هو قد تجد الله تو يكو سفقا رجل زاهد عصره فريد ظاهره قال اخبرنا الامام محمد بن مسعود المحدث بذات فارس في زمانه قال اخبرنا شيخنا اسماعيل بن المزفر الشيرازي عالم وقته قال اخبرنا عبد السلام بن ابي الربيع الحنفي محدث زمانه قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن سابور القلانسي شيخ عصره قال اخبرنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الادبي امام حوائه قال اخبرنا سليمان بن ابراهيم بن محمد بن سليمان النادر دهنه قال حدثنا محمد بن محمد الحاشر البلاذري حافظ زمانه قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي المحجوب امام عصره قال حدثنا الحسن بن علي عن ابيه عن جده عن ابي جده قال حدثنا ابي علي بن موسى قال حدثنا ابي موسى الكاتب قال حدثنا ابي جعفر بن الصادق بن محمد قال حدثنا ابي محمد الباقر بن علي قال حدثنا ابي علي بن الحسين زيد العابدين السجاد قال حدثنا ابي الحسين سيد الشهداء قال حدثنا ابي علي بن ابي طالب سيد الاولياء رضي الله تعالى عنه وعنه قال اخبرنا سيد الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل سيد الملائكه قال قال الله تعالى سيد ساداتي اني انا الله لا اله الا انا من يضرني بالتوحيد دخل حسني ومن دخل حسني امن من عذابي قال الشمس بن جزري كتب هذا الحديث من المسلسلات السعيده والمعبده فيه على البلاذري. حديث موضوع تو صحيح ہے اس میں جو راوی آئے ہیں محمد بن حسن ان راوی کے بارے میں شیخ فرماتے تھے شیخ مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شیعوں کے بارے میں امام ہیں اس وجہ سے یہ حدیث باتیں ہیں شیخ کی تحقیق کی باقی حدیث عمل میں صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مسلسلۃ باللبنی شافعنا قطب ابن نبی الشیخ ابراہیم القردی قال اخبرنا مسلسلۃ باللبنی راوی اپنے والد سے حدیث کو روایت کرتے ہیں قال اخبرنا الحميد الصالح عبد الغني بن محمد بن علي بن محمد بن قران بن ابي القاسم بن عمر بن احمد بن قران بن محمد بن يزيد بن مطهر بن علي بن عثمان الحكمي بن يمني وجلت المنصوره الثالثه محرم سنه اثنين وسبعين وارث من الهجره بمن جني وعلينا علينا ان وليه الحكم سفي بن احمد بن علي الحافظ واخونا في موضع بن علي بن محمد بن تغزي بن قيم الانصاري نفع الله به جلت سنه اثنين وسبعين وارث من الهجره قدم علينا ان الحكم بجمال محمد بن علي بن مطهر عن ابي محمد ورثه عن ابي محمد بن مطهر عن ابي عبد الله بن ابراهيم عن ابيه سليم بن ابي القاسم عن ابي بن القاسم وعلى نبي بن ابي احمد عن ابي احمد بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن محمد عن ابي محمد بن عيسى بن مطهر عن قال ابراهيم بن عبد الطباعي عن ابي مظفر بن عمرو بن عبد الطباعي الصقلي عن ابي الله عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابي سعيد يعني الذي نقل المعبر بن زواق واتنا من نجاه عبد من الحافله قطع السلفي المتوفى 1400 هجره الاسكندريه عن ابي علي حتى من الحافله بن وعي من الحافله بن قاسم الطبراني قال حدثنا عبد بن عبد الرحمن بن صالح بن سعيد بن عبد الله بن ابي خلد الانصاري قال حدثني ابي عبد الرحمن بن ابي مسعود بن ابي سعيد بن ابي عبد الله بن ابي خلد عن ابي خلد رضي الله عنه الحارث بن ابي حين انه راس النبي صلى الله عليه وسلم ليله بدر فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم خلق خلد كما قبل نبيك هذه الليله وفي ابي خلد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال له من راه بعد ان قتل فحال ضعيف جيش المشركين يوم الله على اللقاء يمدح الرجل اللهم اغفر له ثلاثا وفي ابي خلد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء غزو ولا جمعه ولا تسعي عند نذر قال الطبراني لم يرد هذه الاحاديث عن ابي خلد الا ولده ولا سمعناها الا من عبدته فقالت امراه عبده فصيحه متدينه وفيه الطبراني قال حدثنا عبد الله
جابر بن عدي بن عاص بن حمارة بن لحم أبو مسعود بن لحم بن مشرف على 79 وابي عدي بن الجلد قال حدثنا أبي وصلنا أبي وقال أبي عيسى أبي وقال عيد أبي هدية عن جدي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطعا قال له يا مطع إن إلى أصحابك فمن دخلت عند رأيت هذه فقد عمل من العذاب قال تبرأني لا يروى هذا الحديث المفعول إلا بهذا الإسلام تفرد به ورده عنه وبه لا تبرأني قال فرح قال الله يا ربي العبيد الله يا صالح التقليد يا
بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم مسلسل بن محمد
صلى الله عليه وسلم.
باقی رہے گا. تو حضرت نے اپنے لیے دعا دیتی جعل اللہ الرحمٰن ولی اللہ جعل اللہ خلقہ وقدرہ وجلہ حسنا, اللہ ان کی سیرت اخلاق عادات کو اچھا بنا دے. تو یہاں بھی پھر لفظ حسن سے تسلسل قائم رہے. عن هشام ابراهيم الكردي وكان ذا سمت حسن, وعن شيخه الشيخ حسن بن علي العجمي المكي كلاهما عن الشيخ احمد الحسني هو المشاشي جده على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما, عن ابن ابي الحسن هو الشيخ احمد الشنابي, وعن ابن ابي الحسن هو محمد بن ابي الحسن البغري, عن والده ابي الحسن عن الزهري زكريا البغي عن حسن عن ابن ابي الحسن هو الحافظ ابو الفضل احمد بن ابي الحسن المعروف بن حجر بجازته من ابن ابي الحسن وهو ابو حفص عمر عن ابن ابي الحسن عن ابن البخاري عن ابي الحسن وهو بني بن زيد بن الحسن عن القاضي ابي بكر محمد بن عبد الباقي الفقيه بن الحسن عن القاضي ابي عبد الله محمد بن سلمه القضاعي القاضي الحسني قال اخبرنا محمد بن اسماعيل المشي وكان ذا ابو بكر الحسني قال حدثنا ابو العباس جعفر بن محمد المستغفري بحديث حسن قال حدثنا ابو العباس بن ابي الحسن قال حدثنا ابي ابو الحسن قال حدثنا محمد بن زكريا الغندالي وجد حديثه حسن قال حدثنا العباس کہ ہم سے بیان کیے گئے حدیث محمد بن زکریہ الغلامی نے, تو ان کے نام میں کہیں بھی حسن نہیں آیا, اس لیے صادق نے کہا کہ حسن کے ساتھ وہ بھی متصف ہے. وہ جلو حدیث ہی حسن, ان کے تمام حدیثیں حسن ہیں. یہ لفظ حسن ان کی نسبت میں بہار کسی نہ کسی اعتبار سے آ گیا. جی قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن عن الامام الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن الحسن خلق الحسن وبه الاوضاعي. سب سے اچھی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ہے خلق الحسن, ان احسن الحسن خلق الحسن. اچھی چیزوں میں سب سے عمدہ اور سب سے بہتر چیز ہے اچھا اخلاق, اچھا خلق. اچھے خلق کا معیار کیا ہے؟ شیخ فرماتے تھے, شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ اچھا خلق یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دے, آدمی اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دے. تو یہ اچھے اخلاق کی یہ بنیاد ہے. اس آدمی کے اندر یہ عیسیٰ کا جذبہ پایا جائے گا تو اس کے اندر باقی اخلاق حسنہ آہستہ آہستہ پیدا ہو جائیں گے, حاصل ہو جائیں گے. اور جو آدمی خود غرض ہوگا اس کے لیے اعلیٰ اخلاق کا حاصل ہونا مشکل ہے. Thank you.
نہی تحریم نہیں بلکہ نہی شفقت ہے. تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی تو نہی نہی تحریم نہیں ہے بلکہ نہی نہی شفقت ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے لیے فرمایا کہ تین دن سے کم میں ختم نہ کرو ورنہ تمہیں مشقت ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص بڑے مجاہدے والا ہے اللہ نے اس کو قوت دی ہے اور وہ تین دن سے کم میں ختم کر لے امام نووی نے فرمایا تو پھر وہ ممنوع نہیں ہے. حضرت شیخ رضی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے اپنے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عرصہ دراز تک رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول رہا. حالات پڑھ کر دیکھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بطالب الله العظيم في يده. أقول بالله العظيم أقول بالله العظيم أقول بالله العظيم لقد شرف أن أبو طالب من إجازة لتصانيف والده كلها ونابل عن رسالة المسلسلات قال بارده في قلب الله العظيم لقد أخبرنا شيخنا الإمام صفي الدين أستاذ نے جب یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی اور پڑھی تو روایت بیان کرنے سے پہلے بالله العظيم قال والده في قلب الله العظيم لقد اخبرنا شيخنا الامام صفي الدين احمد بن محمد قال بالله العظيم لقد اخبرنا شيخنا ابو المواهب احمد بن علي الشنبي قال بالله العظيم اخبرنا الشيخ صبغه الله قال بالله العظيم اخبرنا مولانا وجيه الدين باجازته العامه من القطب النهرواني الى وقت المكي التاريخ عن والده العالي احمد بن محمد النهرواني ثم المكي عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السبابكي Thank you.
الصحيح في رواية الشيخ محي الدين قدس سره من خطه نقلة في رواية الصحابة يمتلئ من ابن عسرون بالطهو إلا أنه لم يقل على في النار وزاد في آخر الحديث وهو مؤمن. مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں ثواب بہت زیادہ اجر بہت زیادہ بیان کیا گیا، بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہو اور عام روایات میں وہ اجر وارد نہ ہوا ہو تو اس حدیث پر بھی حضرات محدثین کلام فرماتے ہیں مضمون کے اعتبار سے. اس حدیث میں خاص طور پر یہ جملہ جو شخص ایسا پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو ملا کر پڑھے گا تو اس کا عجز جو بیان کیا اس میں ایک جملہ یہ آیا یلقانی قول الاولیاء والانبیاء اجمعین، یہ شخص مجھ سے ملاقات کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ شخص ایسا بندہ مجھ سے ملے گا انبیاء اور اولیاء سے بھی پہلے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء سے پہلے اس کا درجہ ہوگا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی پہلے جنت میں جائے اور اللہ کی زیارت کرے، لہٰذا مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت ہے. جی الحديث المسلسل بالقراء قال الفقير وليد الغاضب له انتصار في سلسله كتابته روايه حسن على عاصم الشافعي ابو طاهر عن ابي شيخ ابراهيم المردي قال اخبرنا العبد الصالح الفقير المحدث المقرئ المجبد المطري المردي علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محدث اليمني المقرئ وجه الدين عبد الرحمن بن علي الشيباني الزبيدي زبيدي الشافعي المعروف كسلف الدين بن ابي علمه الله تعالى اجازه وهو لقب جد والدنا المجيد عبد الرحمن والابيض بلغه النوبه عن شيخ شمس محمد بن صديق القاسي عن والده صديق بن القاسي عن محدث اليمن سيد الطاهر بن الحسين الاندري عن البقر الوجيه بن زياد عبد الرحمن بن علي التشديب عن الشيباني عن الحافظ شمس بن محمد بن عبد الرحمن الصبابكي قال قرات على شيخ القرى المحدثين الحافظ بن مفيد بن عمرو رضوان بن محمد بن مستملك قال اخبرنا المقري وابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن قراءه قال اخبرنا المقري وابو عبد الله محمد بن ابي نمره بن احمد بن ابراهيم بن يوسف بن سماح بن بلكتان عن ابي العباس احمد بن عبد الله المصافي قال قرات على المقري بن ابي جعفر احمد بن علي بن يحيى بن عون الله الحصري وابي عبد الله محمد بن ايوب الوافقي عرف به ابن نوح قال الصحابي واخبرنا عن بدرجه المقري وابو عبد الله محمد بن احمد البكري قال اخبرنا العلامه المقري وابو اسحاق بن ابراهيم بن احمد البكري قال اخبرنا الاستاذ المقري وحيي بن غرناطي وابو عبد الله محمد بن جعفر الالباني يشد بلفظه وسمعنا بالاول قال الاول اخبرنا الرضي بن المقري وابو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الشاذبي فقال الثاني اخبرنا المقري وقاضي تونس ابو العباس احمد بن محمد الحسن بن العمان الخزرجي قال اخبرنا المقري ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل بن سلمون زاد ولهما بن المقري وابو عبد الله محمد بن احمد بن مسعود اليزدي قال بعد أخبرنا المقري والأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن مزيل قال أخبرنا أبو داود سليمان بن نجاح الخولاني قال الصحابي وأنبأني عالم بدرجة أخرى أحمد بن عمر بن الحافظ بن الهادي الحنبلي شبه بن صالح بن دمشق عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن العزي الحنبلي كذلك قال أنبأنا الحافظ المقري والفخر أبو عمرو بن عثمان بن محمد الثوري المالكي عن الإمام المقري أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن وسيم الأندلسي إذن إن لم يقل سمعا فإنه قرأ عليه القرآن قال أخبرنا المقري ومسند المدرسي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون الأشبلي قال أخبرنا المقري وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الخولاني إذن قال أخبرنا المقري والحافظ أبو عمرو بن عثمان بن سعيد بن عثمان الداني قال سانيهما إذن قال في تيسيره واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غيره ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة في ذلك من غير زيادة كما حدثنا أبو الفتح الشيخ نايف بن فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي بن المقري قال حدثنا أبو الحسن المقري وعبد الباقي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن السالم بن الخطلي قال حدثنا الحسن بن مخلد قال الصحابي وقرأت عليه بثلاث درجات على أستاذ إمام الناس أبي الفضل العسقلاني يقول له قرأت على أبي الفرج بن حماد قال أخبرنا أبو النور الدبوسي قال أبدأنا أبو الحسن بن المقري عن أبي عن ابي القاسم النصري بن نصر العكبري قال اخبرنا ابو القاسم بن النصري قال اخبرنا ابو الطاهر الذهبي قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال هو مقر بخلد واللفظ وحدثنا القصي قال هو ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن القاسم بن نافع بن ابي مزده قال قرات عكرمة بن سليمان قال قرات على اسماعيل بن عبد الله بن قسط الدين فلما بلغت مطرح قال تكبير حتى تخرج مع خاتمه كل سوره فان
ذلك وأخبر به ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك وأخبره ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك وأخبره أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. قال سقى مثل هذا حديث حسن والتسلسل بالقراء أخرجه الحاكم في مستدركه عن محمد بن عبد الله بن محمد بن الجمري عن محمد بن علي الصايغ عن البزي فقال إنه صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت زينب بنت جحش رضي الله
عید کے دن سنائی اور عید کے دن پڑھے. قال الفقيه وحفظ الله شافعني ابو طالب فذكر في يوم عيد فعل الفجر ذكر عن الشيخ احمد النقلي لم يكن فعلا في يوم عيد الفجر قال سمعت الشيخ محمد بن العلاء الكاتبي يكفي بالمسجد الحرام في يوم عيد الفطر عن ابي النجفاء بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن الطبي كان في الفضل جلال السيوطي اقرن الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن فرد في غالبه في غالبه مسلسل في يوم عيد في غالبه لكن هميشه عيد كان كيف بس اس لیے مسلسل کی تاریخ میں تمام ہوا از اول کا آخر یا اکثر ہوا کسی خاص وصف میں شریف اور مرتبہ یہ اکثر ٹھیک ہے کسی لیے بتائیے کہ اگر کسی روایت میں تسلسل اکثری لحاظ سے ہو پایا جاتا ہے تو وہ بھی حدیث مسلسل کی فہرست میں آئے. ختم رمضان پر یوم الفطر میں اس حدیث کو پڑھوایا اور میں نے عبداللہ بن عمر